مكملين معكم في التاسعة فوت كما قلت قبل الفاصل باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي شيخ الأندية التونسية اللي كان احتفل بعيد ميلاده 97 ونستغلوا حضور لاعبه ومسؤول السابق بالفريق شكري الواعر باش نحكيو على الترجي هذا أهم مجرى في احتفالات الترجي ونرجع نحكيو في التاسعة فوت. الجمعة 15 جان في 2016 يوم غير عادي في كلوب الترجيين. الترجي احتفل بعيد ميلاده رقم 97. جينا باش نحتفلوا مع ولاد الجمعية وان شاء الله ديما فرحانين بالجمعية نتاعنا. اليوم فما الجينيراسيون الكل معناها بريس كبار صغار على بعضه، الناس الكل معناها فرحانين. نستنى ومعناها الاسبيرونس جديدة في جوارات باهيين واحد وان شاء الله جوارات يعطونا ما عندهم ان شاء الله. اوتوماتيكمون واحد يخلي كل شيء ولازم يجي يحضر. السنه جات في باب السويقه عمناول وتعمناول صارت في البارك. بين كرة الطائرة والسلة وكرة القدم وليد عشرات الألقاب توشع خزائن شيخ الأندية التونسي. في كرة القدم أكثر إكيب تيتري شامبيونا في الكوب، في الهوند زادة كيف كيف، وفي الفولي زادة كيف كيف. في الفوت 1939 تاريخ أول كأس محلية للترجي، 1942 أول بطولة محلية تحصل عليها فريق باب السويقة. منذ الاستقلال والحدود 2016 ألقاب بكل الأشكال والألوان، 13 كأس 25 بطولة. الترجي الفريق الأكثر تتويج في تونس. شفت الترجي في الباهي وشفت الترجي في الخايف، والحمد لله لأني تبعت الجمعية اللي نعيشت حياتي ترانكيل، نعيش حياتي نظيف، الحمد لله ما تبعت جمعية أخرى راني مت كاردياك. شهرة الفريق تجاوزت الحدود الوطنية واكتسحت الكرة العربية والإفريقية. من 93 إلى 2016 للترجي 10 ألقاب عربية وقارية. مشاركة عالمية كأس العالم للأندية 2011 باليابان. أسماء كبيرة ساهمت في إنجازات الفريق: محمد الزواوي، الشادي زويتن، حسين بنخوجة والقامة تطول. أسماء مشيت وأسماء جيت، والترجي يغلق عامه 97 تاريخ كبير وأمجاد في البيت. شكرا لك، نهنيوك ونهنيو جماهير الترجي بعيد ميلاد الترجي رقم 97. بارك الله فيك. اليوم عيد ميلاد الترجي 97، اكيد معناتها حدث باهي، لكن نستناو ان شاء الله. الترجي قاعد قايم في الاسامبلي الاخرانيه، الترجي وعلى رئيس حمدي المدب كان قاعدين نحضروا في باش تصير مجموعة تجهز وتحضر للاحتفالات نتاع المئوية نتاع الترجي هذو. هذا ما كان في الاسامبلي، اختاروا سي حمدي المدب وباش يترأس على ما اظن سي محمود بابو. اليوم الترجي 97، الحمد لله الرحم على بابا ساعة اللي طلعني اسبيرانتيست، بارك الله فيه الله يرحمه كيما باش نكون ولد الترجي. فخور برشا باش نكون اسبيرانتيست. اسبيرانس اليوم 97 سنه دو جولوار، اكثر فريق متوج مع التاريخ هذا، ما اكيد وراه برشا اجيال وبرشا ناس على جميع المستويات، فيهم اللي تظلم وفيهم اللي ظلم وفيهم اللي خذا حقه وفيهم ما خذاش حقه وفيهم اللي ضحى وفيهم اللي مات على الفريق وفيهم اللي نعرفوا. تاريخ مش سهل وخاصة في الكورة، ونحن هون الناس كل ولاد البلاتو، جماعة البلاتو عاشوا كورة، عاشوا كورة، يعرفوا شنو تضحية الكورة ويعرفوا الكورة قبل اش كان فيها وما كانش فيها إجمالا.
فما ناس نسمع تاريخ ونقعدوا مع اللي يكبر منا ونعرفوهم كيفاش عاشوا ونعرفوا الفرق كيفاش تكونت معناتها نتاعنا. ناس تحكي لك اجيال قبلنا اللي يقول لك كيفاش كانوا يربطوا كره بالواحد واللي كانت الصباطي يلعب معناتها يلبسوا من ملاعب الملاعب. يعني اجيال باش وصلنا اليوم للنيفو هذايا. الناس الكل معناتها مش اسبيرونس بركة اكيد وراها ملاعبيه كبار وراها مسؤولين كبار وراها جمهور كبير وراها ناس الكل عطات احسن ما عندها. وكل وقت ووقته فما شكون وجيل يخدم جيل وجيل وعاش احسن من جيل. لكن المهم كونه الانديه نتاعنا ديما عايشه في خير وتكون تتاقل معناتها تتحسن وتكون كابتن. مهم لجماهير الفرق اليوم نحكيو على الترجي ونحكيو على فريق على نجم على سي اس اس. مهم في تواريخ كيما هذه هذول الفرصه الوحيده اللي تجي في العام باش نعرفوا اسامي العباد اللي عطات طيله عقود من الزمن للجمعيه. صحيح. اسامي الناس اللي عطات عمرها كيما قال شكري الوعي 8 مات البرة 8 مات فوق التيرا باش الناس تعرف وما ننساوهمش لكي لا ننسى شكون صنع امجاد الفرق. هي هذه المشكل في بلادنا, هي عندنا ذاكره قصيره والبلاد اللي ما عندهاش ذاكره والنادي ما عندوش ذاكره, با دو ميموار كوليكتيف ذاكره جماعيه. بكل اسف احنا نشوفوا احنا عايشين كيفاش رموزنا في كل الميادين, معناها كيفاش الناس تجرم في الماضي وتجرم في الرموز. هذه معناها طبيعه قبيحه جدا في المجتمع التونسي نتاعنا. هذا من ناحيه, من ناحيه اخرى هذايا تشوف الوليدات الصغار هذوما 97 سنه. واحنا قلناها هنا مراد اللي اربع احزاب في تونس هما النجم هذا الساحلي وصفاقس والترجي والافريقي, معناها هذوما اللي عطاهم لا شكوتهم لا عطاهم حجيجه وحدهم شو يوريك معناها شو. ونذكروا الكتاب الاسود وقت الترجي نزلت جبدوه مش وريك قوة الجماهير وقوة النوادي وقوة تاريخ النادي. تبقى النوادي الكبرى هي لازم يكون حاضرها او مستقبلها في حجم تاريخها, وهذا هو المتداول تو في الفرق الكبرى. تبقى عندي سؤال الاخراني وهذا عندي سنوات وسنوات يا رفيق, وانا نفس الشيء. علاش نحسبه في تونس منذ الاستقلال بالنسبه للترجي بالنسبه للملعب الجيمسي بالنسبه نذكر علاش ما نحسبوش البطولات والكؤوس منذ بطاقه الولاده؟ هم مختلفين فيهم الامور. علاش في علاش في ايطاليا من وقت موسوليني يحسبوا لهم؟ علاش منذ الاستقلال؟ يا اخي تونس بدات منذ الاستقلال, بدات منذ الاستقلال الكره الاستقلال. الترجي عنده 97 سنه, الافريقي كيف كيف, الاخرى كيف كيف. دونك تاريخ النوادي أكبر من اللي بدات النوادي أكبر من تاريخ الاستقلال. احكي على الكتاب الأسود فتحي في دقيقة. قلت كلمة لتوا حبيت ترجي بارتاجيو فيها على الفيسبوك. اللي حاب يحكي على الترجي يقوم بكري سير في دقيقة فتحي. اي في دقيقة. ترجي مؤثرة والترجي مش الناس اللي لعبت برك. ترجي عمرها 97 سنة. شو معناها؟ معناها ناس ماتت وناس حيات وناس جات وناس مشات والترجي موجود. مش اللي يلعب برك اللي عايشين الالاف اللي ريناهم تلقاه عمره ما لعب كوره عمره, ولكن حياته الترجي, يقوم بالترجي يرقد بالترجي, كي يربح الترجي يفرح, كي يخسر الترجي يحزن. حياته الريتم دو سافي معناه نسق حياته, جو مزاجه, عائلته في حياته الخاصه, في حياته مع والديه مع زوجته مع اولاده, هي اون فونكسيون من النتائج نتاع الترجي. معناه شيء كبير. وقت اللي ترى اليوم سمعني قلت لك علاش قلت لكم يحكي على الترجي لازم يقوم بكري. فما احزاب راهم يتولدوا اليوم بعد 6 شهور يبدلوا الاسم, يبدلوا حتى هويه, يتبدل الاسم يتبدل كذا, يتنحى الحزب بيده يبدلوا. هاو الترجي النادي الافريقي النجم الساحلي النادي الشيخفي وبرش الملعب التونسي وغيره وغيره. يا ولدي العرس نتاع البلاد هي النوادي نتاعها والنوادي الرياضيه والناس اللي تحب تحكي زاده. وانا والله بالكره تهربوا على عباد على مشاكلهم الحقيقيه. قال لهم والله راكم غالطين, انا قلت لهم مش شايف الكوره ولا تحبوا تغلطوا الناس اللي تعرف الكوره. شوفوا فرنسا, شوفوا ايطاليا, شوفوا اسبانيا, الكوره سي ان فينومين مونديال. وقت اللي نحكيوا على الكوره ما نلاقيوش الناس على مشاكلهم. وهذايا الترجي اليوم 97 سنه درس اخر يعطيوه البرشا. ناس تحكي على السياسه وتحكي على ربما ال 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 القاعده الجماهيريه شيء. انا كنت نتفرج هكا مره اخرى. نهنيو شكري وحبايب الترجي الرياضي بعيد ميلاد فريقهم 97. الناس اللي بدو مانيش نسالك على الترجي, نسالك عليك انت على مشوارك وعلى اختياراتك بعد لما بطلت الكوره. علاش ما خممتش تولي؟ خاطر
ولد سبيرونس النصر. اي هو معروف اكثر ولد سي اس اس ولا اكثر من الترجي شنو هو. انا لعبت كل سنين في الشوبان مع في الترجي، لعبنا مع بعض، كنت موجود مع شكري حتى في الليجان ولعبت. علاش ما خممتش تولي مدرب بعد ما فيت كاريرك كحارس مرمى؟ غلطة من غلطات اللي اكتشفت بعد ما سيرت اني ما خذيتش الاتجاه ذاك، بعد ما سيرت غلط.